السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم لاباس؟ هاني لبيت لكم الرغبة نتاعكم، هاني نهضر بصح خطر اخا عاود ثاني ما تكتبوليش صامتة بزاف. تفهمنا نكس باين كلشي نفوتها لكم بالسكوت والكلمات، تقراو غير الكلمات. درك باغي نضحككم شوية غير خطرة نتلاقاو في البيت الغير حقيقي، خطرة نتلاقاو في البيت الحقيقي. درك رانا في الشجرة تاع البيت الحقيقي. شتو السلك وريت لكم ديك النهار كيش درت له، كيش خدمته لولابي ركبته في السلك الغليظ بهاد الطريقة راكم تشوفوا فيه. درك راني ندخل في وسط الحجرة، علاش؟ كيما قلت لكم داك النهار باش تزيدني في السمك، باش ما تاكليش السيمه بزاف وتقبض لي الخدمه تاني. دوك راني دايره زوج شجرات متخالفين، وحده تحت وحده، وهذه كبدايه للوحه نتاعنا اللي غادي ان شاء الله نطلب ربي تخرج رائعه. صدقيني حتى حاجة ما تخوفك، والله غير بداي توكلي على الله. حتى انا مانيش لا صيانة فيها، انا تاني نقلت واني عارفة كوني تفرج لي واحد يعرف يضحك عليا على هاد الخدمة. بصح مدى بيك ديري بداية، تبداي ان شاء الله. تي سمعتوا لها صالحه اليوم، سمعتوا لها خونوا لها القناه نتاعها، واش رايكم؟ والله ماذا بيا تعلقولي، انا يا راني معاها. العامل هذا اللي خدم هذه الخدمه خدمه خبيثه، هو ما سرقهاش، بالعكس هو دسها لها. اللي يخلي واحد يبكي يظلم، ويخلي واحد يبكي. انا كنت في الريف، كي جيت حليت صبتها دايره هذاك فاتني، بصح والله الا بكاتني، والله ما يحق عليهم. مرا صالحه صادقه دير الخير بزاف، ما ناش الريو فيها، والله ما رانا الريو فيها الحقيقه. انا نهار الاول كي شفتها ما حكمتش عليها تمتم، بغيت نعرف كيش دايره صالحه. بعد كي دخلت في حياتها مع اليوم الاعتراف تاعها اللي اعترفته، اثرت فيا بزاف، والله لا اثرت فيا. كنت راه مين قالك انا القناه ما درتهاش ليا، درتها في سبيل الله، درتها باش نزوج بيها، باش هاد الافكار، هاد الافكار تدور غير عند المؤمنين، تاع واحد يخمم في دراهمه باش يديرهم في سبيل الله تدور غير عند المؤمنين. خاطر هاد الوقت الناس ولات ماديه بزاف، تشوفي فيا الحجره تطيح لي ونعاود نرفدها، نعاود نخدمها تعاود تطيح لي، نعاود نخدمها خطره السيمه حتى نوصلها فاين تعاود تطيح. ما خاصكش تكرهي، واحد كي يبغي يوصل ما يكرهش، خطر الملل ما يوصلش.
الكرهه ما توصلش. شوفي هنايا راني نوري لك كيش راني ندخل الحجره في السلك ميزي كي تزيد عليها السيمه ما تاكلكش بزاف. وحده والزوجه تمتن العمل. هذا المكان بالذات هذا اللي درنا فيه الحديده في الحيط وكنت دركتها بالسيمه باش نلصق فيها السلك تاع الشجرتين باش الشجره خطرة اخرى ما تتحركش تنقبض مع الحيط. ميزي هنايا هذه الخلطه تاع السيمه بصح زدت لها الكرافي. علاش الكرافي؟ الكرافي ثاني كيزيدك في السمك تاع الخدمه ما تاكلكش السيمه بزاف. والخلطه تاع السيمه كنت وريتها لكم نديروا الرمل مكيال تاع رمل مع زوج مكايل تاع كان كاسول مع مكيال تاع سيمه. سترين كلما تقدمنا في الخدمه كلما يعجبك العمل. انا عارفه دوك راه تبان لك غير تخربيشه بصح من بعد ان شاء الله تبدي تعجبك. والله ماذا بيا تتابعوني وتنجحوا لي قناتي كيما راني متابعتكم ماذا بيا ننجح لكم قنواتكم. وصايا واحده اخرى باغي نقولها لكم ماذا بينا كيما كانت صالحه معاونتنا ثاني حنا نعاونوها في قناتها جديده. والله ماذا بيا غير نتكاتفوا ونعاونوا بعضياتنا كيما كانوا دائما يهضروا لنا في جيش الاتحاد ما كاش اللي يعاوننا من غيرنا احنا. ونبقيكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.